أنا أول بداية مرض العين أول شيء طلعت لي فيها تخبيط السخوني، تحسست عيني وصارت حمراء، رحت على الدكتور قال لي فيها قرحة، التهبت عيني كتير، ضليت 3 أشهر أخذ لها دواء وما استراحت، ضربت لها إبري $100 كمان ما استفادت عليها شيء، قال لي الدكتور بدها زراعة قرني، وهلق ما عم بشوف فيها بطل يعني عيني، وبدي لها عملية يعني عشان إنه أرجع أشوف فيها، وقال لي الدكتور كمان إذا ما عملت عملية رح تخسر العين الثانية، رح أخسر يعني نظري إذا ما عملت العملية. بمشفى الظلال بالدانة بتكلف $4000. لا نحن ساكنين بمخيم وما عنا نعمل هلا هاي العملية، ما لنا قدرة نعملها. يعني أحيانا بكون قايمة لبس الأولاد ما بشوف لبسهم على السوق، لبسهم بدلاتهم على المقلوب، وما بشوف يعني إنه بدي أطبخ لهم ما بعرف، يعني ما بشوف أطبخ لهم إيش بدي أحط وإيش بدي أعمل، يعني بتغبش كتير لقدام كتير ما بشوف فيها، هاي اليمين ما بشوف فيها بطول، هاي الثانية اليسار بتغبش.